بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان انا نكون مع بعض النهاردة وفي الفطار بتاع الأسرة والروح الطيبة اللي دايما بتجمعنا. ف كل سنة وانتم طيبين، و ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيد الأيام دي على مصر وعلى منطقتنا العربية وعلى العالم الإسلامي وعلى العالم كله بالخير والسلام. فاسمحوا لي أن أنا أبدأ كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة بأن أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزاً للخير والسلام والقوة. وأنني أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف.